الثقافة كيان مستقل ولغة فعالة في ترجمة رموز كثيرة عن فكر ورؤية الشعوب، وأن هذه اللغة لا يمكنها أن تتقدم دون تفاعلها واحتكاكها بالآخرين. نادي اتحاد الشباب وطلبة إريتريا، هذا الرمز التاريخي الكائن بشارع شريف وسط القاهرة، والذي أسس في عام 1952 للميلاد في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو أحد الفضاءات الذي كانت له كلمته الفاصلة في تاريخ الشباب الإريتري بجمهورية مصر العربية. ونؤكد على دور الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع مصر المعروف باتحاد شريف، هذه المكان الذي كان دائما رمزا مقاوما للاستعمار الأوروبي، وأيضا كان مصدر من المصادر المهمة لدعم الثورة الإريترية بالكوادر المتعلمة والمؤهلة. واليوم بعد الاستقلال هذا المركز أيضا مستمر في نفس المهمة، ولكن بطريقة تقديم إريتريا المستقلة بصورة لائقة في أي محفل ثقافي يشترك فيها. دور كبير في الميثاق طلائع المثقفين والمفكرين، وشهد تشكل الحركة الشبابية بمختلف اهتماماته لا سيما الاجتماعية والثقافية والفنية. من رحاب هذا المكان التاريخي، كان شباب وطلبة إريتريا يؤكدون دائما على أهمية مشاركتهم وحضورهم في المحافل الثقافية والأدبية في مصر، كان أحدثها معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو أهم وأكبر المعارض الثقافية في الشرق الأوسط والعالم. أهلا بكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا المعرض الذي يقام منذ 52 عاما. بدأ المعرض أول دوراته عام 1969 واحتفل بيوبيله الذهبي وبانتقاله إلى مكانه الجديد منذ عامين. ولقد شاركت إريتريا في هذا الحدث الثقافي الذي يمثل ملتقى الكثير من الناشرين والكتاب والمفكرين من العالم العربي والغربي، وتأتي أهمية هذه المشاركة تأكيداً لوجود الدور الثقافي الإريتري الفعال في الخارج، وسعياً لخلق نوعاً من التواصل والحوار مع شعوب العالم. ولقد شاركت إريتريا في هذا الحدث الثقافي لموسم هذا العام بجناح يعرض أهم الكتب الأدبية والثقافية في تظاهرة ثقافية يمثل ملتقى الكثير من الناشرين والكتاب والمفكرين من العالم العربي والغربي، وتأتي أهمية هذه المشاركة تأكيداً لوجود الدور الثقافي الإريتري الفعال في الخارج، وسعياً لخلق نوعاً من التواصل والحوار مع شعوب العالم. السلام عليكم، كفو أمسيكو، أخوكم نواف البيضاني الحربي من المدينة المنورة المملكة العربية السعودية. سعيد جدا بوجودي معكم في البوث الخاص بدولة إريتريا الشقيقة، استمتعت كثيرا بالحديث مع الأحبة هنا
حديث كان ماتع عن إريتريا وناس إريتريا، ثقافتها، موروثها، علاقتها بالدول العربية والعالم العربي والمشتركات الكثيرة جدا. أشكركم جدا على حسن الاستقبال، على هذه الرحابة التي في صدوركم. دكتور محمد عبد القادر الشغلاف من دولة ليبيا. اليوم قمت بزيارة لجناح دولة إريتريا، تعتبر دولة إريتريا دولة شقيقة ومن يعني من الدول العربية الشقيقة، والدولة المهمة بموقعها بشعبها بحكومتها. طبعا اللي لفت انتباهي في المعرض الجناح الإريتري، حفاوة استقبال من الشباب، ما شاء الله، يعني معاملة طيبة ومعاملة كويسة، وعطوني بعض المعلومات على الدولة الإريترية وجاوبوني على بعض الأسئلة. نتمنى لإريتريا التقدم والرقي والازدهار إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله. ولقد ساهم الشباب المشاركين في الجناح الإريتري بالمعرض بتمثيل إريتريا وتقديمها للآخرين في إطار ثقافي وأدبي فريد لا يقل تاريخاً وأصالة عن المحتوى العربي والعالمي. أنا اسمي ويليام كوباكي، أنا مدير مكتبة الكونغرس مكتبة الإقليمي بالقاهرة، وأنا هنا حالياً في الجناح إريتريا. وإريتريا من دول البلدان إحنا نغطي كمكتبة الكونغرس من مكتبنا الإقليمي في نيروبي. وإحنا سعداء بوجودهم هنا عشان دي فرصة نتعرف عن ثقافة إريترية من ضمن الحركة الناشر السائدة، وكمان يعني نعرف على الشباب هم بيشتغلوا في الجناح، وما شاء الله هم كويسين حلوين. وأنا كزائر المعرض يعني على زيارة شخصية، سعيد جدا بوجودكم هنا، وزي المصريين بيقول انتم منورين مصر والمعرض بوجودكم، وشكرا لك. وبالطبع واحد من الأجنحة المميزة جدا داخل المعرض هذا العام هو جناح إريتريا، التي نشرف بأنها توجد معنا في المعرض منذ فترة طويلة، لكن في ظني أن المشاركة هذا العام هي مشاركة متميزة بالفعل، توحي بمدى عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والإريتري، ويمكنها أن تعد خطوة إيجابية جدا في تبادل الثقافات والمعارف ومعرفة الشعبين بعضهما ببعض. وشهد جناح
إريتريا أيضاً توافداً كبيراً من قبل الزائرين وشخصيات اعتبارية ومهتمين في علم التاريخ والمصنفات وأدب دول القرن الأفريقي. وعلى مدار 15 يوماً ووسط أجواء الإبداع والابتكار، استطاع المشاركون في الجناح على استقطاب وجذب الزوار والمهتمين بكافة فئاتهم. طبعا شكرا للشباب اللي قاموا بتقديم إريتريا من خلال هذه الحفل الثقافي الكبير والمهم. فسفارة دولة إريتريا في القاهرة تحاول دائما أن تساهم في الفعاليات الثقافية الكبيرة التي تجري في القاهرة، بحكم القاهرة مركز ثقافي كبير، وخاصة معرض القاهرة الدولي. هذه هي المساهمة الخامسة لسفارة الإريترية في هذه الحدث، وهذه الحدث حدث فعلا مهم بالذات لنا من جانبين. الجانب الأول هو إعلان عن وجودنا كدولة إريترية مستقلة في هذه المنطقة، ونقدم منتوجنا الثقافي التاريخي والأدبي من خلال كتابنا، وأيضا أن نعلن عن وجود تواصل ثقافي قديم وعريق بين مصر وبين إريتريا. تركت الزائرين انطباعاتهم الخاصة تجاه الجناح، إلى جانب إشاداتهم نحو تميز حضور الشباب الذي كان محفوفاً بحسن الاستقبال تارة وحماسة التعريف بتاريخ إريتريا تارة أخرى. ووصل الجناح حتى حين ختامه في تقديم مختلف الأنشطة التي لاقت على إعجاب الزائرين والمهتمين، وصولاً إلى القائمين على تنظيم المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي حمد الله عفاني من فلسطين. أنا في جناح فلسطين في المعرض الدولي للكتاب في القارة 52. يعني بتحدث لكم عن انطباعي حول مشاركة إريتريا في هذا الجناح في معرض الكتاب. يعني حقيقة أنا أعرف كثير من المعلومات عن إريتريا. أنا أحترم إريتريا شعباً وحكومةً، وأكثر ما أثارني في هذا الحضور والشباب، يعني هم سفراء من إريتريا، ويعني للحقيقة أقول أنهم يعني يقومون بدور فاعل جدا جدا في توصيل رسالة إريتريا الشعب وحول معلومات وثقافة عن إريتريا. أنا أحترم إريتريا وأحترم هؤلاء الشباب، وأتمنى لإريتريا مزيد من التقدم رغم يعني العهد يعني القليل لإقامة الدولة في إريتريا، يعني حوالي تقريبا 27 أو 30 عام، تقريبا عام 1993. فيعني أعتقد هذا الحماس وهذا الجد والاجتهاد اللي بنشاهده في هذا المعرض، وخاصة من الشباب اللي هم سفراء من إريتريا، يعني كل الاحترام والتقدير لكم. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أن يلم الشمل العربي والإسلامي، وأن نلتقي جميعا في القدس، وإن شاء الله وقد تحررت فلسطين. أشكركم جدا.
وسط تغطية واسعة لمختلف الوسائل الإعلامية المصرية والعربية. كلما شعر الإنسان بأن ثقافته الأصلية ذات قيمة كان أكثر تفاعلاً وتواصلاً وانفتاحاً على ثقافة الآخرين. انتهت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ولم تنتهي رسالة الشباب الإريتري وقدراته، إذ يؤكد في كل مشاركاته وبشهادة الآخرين بأنه الوحيد الذي يتفنن بصناعة حضور يستحق الاحترام. حفيلو عويلو حلا يحلي سلام كسلاي كتب معلني سلام كسلاي كتب معلني السوملي السوملي السوملي.